ابو لبيك حد عاني منه؟ خلص مني عندك وبعدين ابغى من نواف الشهراني. لا عليك الله. اسلم عندك خير. يوم سمع فهد يغني من غير كسرون الباقين قال فهد غنى والله ما غني لكن بيغني ان شاء الله. تعبان. مرحبا بك يا سعد. مرحبا بكم اللي جيت متاخر. يا مرحبا بك. يا مرحبا بك. ابو محمد حطنا يا سعد من بعد انا. لا ما عندي شيء مريض والله. اجل عندك يا سعد ناخذ من ابن باصم ولا؟ غير عندك ابن باصم عندك تركي وعندك نواف الشرع. نعم كلهم يبقى. عقب ردنا على الشعر من جديد. تم باذن الله. ابو محمد سولي من الدله. سولي دله بالاجواد مع بابات شاهد. الله. يا سلام. سامح بالي ولدي وين دربي واتجاهي كني اللي تايه الخطوه ولا به من يدله لين صار الهم في نفسيتي امر وناهي اه من هم اللي فاني زاد فوق الطين بله فاهي في بعض الاشياء عمد لو ماني فاهي لجل تحقيق الاماني والغلا كثره وقل له والله اني يا حبيب الروح ماني عنك ساهي عن ناس غيرك وانت لا بله ولله دام طيفك في بعض الاحيان يلفت الانتباهي كل ما سجيت ذكرني وتل القلب تله سولي دله بالاجواد مع براده شاهي لكني داري ما كيف بشاهي ودله كيف يواصل حبيب بالحلا والزين راحي مثل ما يرهي شجاع كاسب الجودة كل حافظ النفسي وصاين هلاجل وجهي وجاهي ما تغير لو يدور الوقت الدرى لهله. يا سلام يا سلام يا سلام. مبدع ابو محمد. ابو محمد وش علاقتك بالشعر؟